مرحبا بي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هاد الفيديو اللي على السنة الجديدة. بتمنى هاي السنة انه تحمل اول شيء الخير والبركة والسلام على الجميع وما كنتوا. ان شاء الله تكون السنة سنة بركة على الكل. كنت محتارة اي فيديو رح نزل اي فيديو رح صور. كنت مصورة فيديو عساسي نزل بالشهر 12 وما نزلته. قلت اكيد ما رح نصله هلا اول فيديو يكون لألف السنة. فيديو اليوم بما انه رجعت من يومين تقريبا من السفر شنطايت الميك اب تبعي قصة مثل ما هي. وفي صبية كل ما تحضر فيديو لي اخر كذا فيديو اللي بدي فيديو شوفي فيه حقيبة السفر، كيف بتضبطي مكياجك، كيف بتنظمي مكياجك، شو المكياجات اللي بتاخديها معك خلال السفر. فبما انه الشنطة لسه مثل ما هي لسه ما لقرتها ما فضيتها، قلت رح اقعد اليوم واصور لكم شو في بحقيبة المكياج تبعي وقت السفر. هاي الشنطة كتير بحبها، ما ملاحظين الا ماسكة، كمية كبيرة من المكياج بتوصل فيها، اخذتها من الامازون. ان شاء الله لاقيها، رح احط لكم الرابط لقلب الوصف تحت اذا لقيتها. سعرها مانو كتير غالي. هاي الشنطة باخذها اذا بدي سافر لمدة طويلة، يعني انا سافرت تقريبا بحدود الثلاث اسابيع اسبوعين ونص تقريبا، فكان لازمني كمية منيحة من المكياج فباخذ معي هاي. اذا بدي سافر سفرة صغيرة باخد شنطة اصغر، يعني باخد شنطة مثلا مثل هاي هيك شيء. ف مثل ما قلت لكم رح اشوف كل شيء في بهاي الشنطة اليوم. بس قبل ما بلش بالفيديو حابة اذكركم اذا كنتوا جداد لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمة. هلا اذا حابين تشوفوا شو في بقلب الشنطة خليكم تابعين ويلا نبلش. اوكي هاي الشنطة هاي مثل ما ملاحظين لها ماسك من فوق وهي لها سحابين. السحاب الاول من فوق او القسم الاولاني من فوق بشكل عام بيكون بحط فيه اكثر ميك اب. هلا رح تلاحظوا انه هون هذا القسم كله فاضي لانه بحط بهذا القسم الفرش تبعي، فرش المكياج، البيوتي بلندر وكل القصص. هلا تركت اليوم فاضي لانه اولا الفرش تبعي كثير سخين، ثانيا لاني حابه احكي عن الفرش بقسم لحاله، الاكثر الفرش اللي بحبها واكثر الفرش المستخدمه عندي و اللي دائما باخده معي بالسفر. القسم الثاني من الشنطة، فاذا هاي القسم من الفرش. القسم الثاني من الشنطة هو عبارة عن سحابة من هون تتعلى في قسم فيه هيك مثل تقسيمات، وايضا سحابة من هون. هلا السحابة اللي من تحت هاي بحط فيها كل شيء في عندي اقلام، ان كان محدد شفاه او ليب لاينر. بالعادة باخد معي ثلاث لام ايلاينر، باخد واحد بني واحد نيود لقلب العين. ما بحب الابيض، بحب دائما اللون الكريمي ولون البني. هلا البني والاسود هنين الميبلين تاتو لاينر، بموت بهالاقلام وكانوا بمفضلات السنة. اما بالنسبة للنود من كيكو ميلانو الاوتوماتيك ايلاينر ان كول عندي اياه بالرقم 01، لونه بيتجنن بقلب العين، كتير 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 حلو كتير كريمي. بعدها عندي ايلانر قلم. هلا ما باخد معي جل، يعني اذا بدي اخد معي جل بدي اخد معي ريشة الايلانر، وانا بشكل عام بحب الاقلام من الايلانر. هاد من اسنس الايلانر بن، اغلب المنتجات رح تشوفوها اليوم شفتوها بمفضلات السنة. يعني طبعا رح اخد معي المنتجات اللي انا كتير كتير بحبها، فهاد الايلانر اللي باخده معي. اوكي فاذا هدول كانوا الايلاينرز. هلا هون عندي ثلاث محددات شفاه وقلم الحواجب. محددات شفاه بالعادة دائما، هلا ممكن ايام يختلفوا تختلف الماركات، ولكن باغلب الاحيان او 99% من الاحيان دائما باخد معي قلم محدد شفاه بني، قلم محدد شفاه احمر، وقلم محدد شفاه على نود، بحيث يروح مع اغلب اللبس واغلب الاحمر شفاه. بالاحمر اخدم معي النكس سويد مات ليب لاينر بالرقم سبايسي، بيجنن لونه كتير 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 حلو، احمر احمر بيجنن. النود اخدته معي من كاتريس الليب فاونديشن ادكتد تو كافي اولي، القلم النود المفضل عندي حاليا اللي هو هاد اللون.
أما بالنسبة للون البني اللي هو من Colourpop Lip Liner بالرقم Wild Nothing اللي هو هاد البني. إذن هدول هن الثلاث محددات اللي باخدهم معي. قلم الحواجب اللي باخده معي كتير بحبه لهاد اللي هو الـ LA Girl Shady Slim Brow Pencil، عندي هو بالرقم Medium Brown. عاملة فيديو كامل للحواجب رح ينزل قريبا، رح تشوفوا كمان أفضل منتجات الحواجب وكل القصص نازل قريبا، ترقبوا هذاك الفيديو. أوكي بقى إذن هدول الأقلام حطهم هون وبخلص من عبطتهم وبسكر عليهم. في هذا القسم في عندي بالعادة إذا في شيء بيكون كريمي بحطه هون. أنا اليوم أخذ معي هدول الآي شادوز اللي بيكونوا إفراديات. أخذ معي الفيلا من كولر بوب لونه بجنن، تروا تكونون قدي حلو. يومي باخده أيام كتير بحطه بس فوق كل جفن العين. وأخذ معي كمان هاد الآيكونيك من Essential Melted Chrome. لازم اخذ معي هدول الاثنين كمان بحطهم هون. ايام بيكون بغير الالوان، ما دائما باخذ معي هدول اللونين، بس اغلب الاحيان 99% بيكون في اي شادو كريمي من كولر بوب لانه كثير بحبهم. اوكي نجي لهذا القسم هون، بقى حاطه كل الحمر اللي باخذهم معي. اخذ معي جلوس، اخذ معي هذا الجلوس من Estee Lauder بالرقم 420 لونه بجنن، كتير كتير لونه حلو، هيك له لمعة وبرقات. لأخذ معي حمرتين من سيفورا، أخذ معي هدول الكريم ليب ساتن كتير بحبهم، شوي ناشفين مثل أغلب الحمر السائلة. عندي هاد بالرقم 13 وهاد بالرقم 25، إذن هاد رقم 13 بيجي على الموف والرقم 25 اللي هو الأحمر اللي بيقولوا له مثل الأحمر الجاي على بني. أخذت كمان معي حمرة سائلة من H&M الفيلفت ليب كريم باللون ناك أوت، حتى يروح مع هذا محدد الشفاه اللي هو هذا اللون. هدول كتير كتير حلوين، كتير مريحين عبتم الحمر تبع H&M. اللون كمان أخذت معي الإيكو بارك من كولر بوب اللي هو هاد. اخر شيء اخذ لون كتير كتير نود اللي هو الميجلاس ليكويد كات سوت من بيت وايلد. اوكي بس انا اخذ يعني شوية تنوع بالالوان، خاصة الوان اخذ معي الوان اساسية، الوان اللي بحس تروح مع اغلب اللبس، فانزين هدول الالوان ياخذون. هذا كل شيء بالقسم الاول من الشنطه. اوكي هلا القسم التحتاني فيه كل منتجات الميك اب. هاي لازم تكون هون بس وقعت. اوكي مثل ما ملاحظين فيه مثل شبك مقسوم في النص بحيث يكون فيه له قسمين، وايضا تحت قسم المفروض انه ينحبس فيه الاغراض بهدول العمودين اللي بصراحة ما بيعملوا شيء، بحيث الا اذا كانوا المنتجات كلها بنفس الحجم او بحيث يكون مثلا باليت تحطون يتسكر فوقهم، هذا عن ذلك المنتجات راح تروح تجي. ولكن بشكل عام يعني ما انكسر عندي ولا اي منتج لحد هلا من هاي الشنطة. اوكي نجي لهدول القسمين. هون حاطة عندي كل شيء، في عندي انابيب خلينا نقول مثلا مثل الماسكارا، مثل الكنسيلر، مثل الهايلايتر السائل. هون القسم عندي كل شيء فيه بتيوبات مثل هدول، مثل هدول العلب اللي للعصر. بالنسبه للماسكارا عندي ماسكره حواجب ماسكره عاديه. هلا بصراحه انا اخذت معي ماسكرتين لانه باخر سفره، لانه هي قربت تخلص ممكن لازم اخذ وحده جديده معي بنفت، فاخذت معي احتياط ولكن ما احتجت يعني لسه كان شغال الواي اس ال، فاخذت معي الواي اس ال ذا شوك ماسكر. ايام باخذ لانكوم يعني حسب شو بيكون موجود عندي، ولكن اغلب السفرات باخذ يا هي يا لانكوم. مسيو بيج، انا صحيح في صبيه كتبت لي انه ما اسمها مونسيو بيج، اسمها مسيو بيج. صبايا انا ما بعرف فرنسي ابدا 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 ابدا، ولا اي حرف ولا اي رقم ولا اي شيء، فبعتذر عن الغلط اللي صار، اسمها مسيو بيج. اوكي
فأخذ هدول تنتين معي. ماسكارة حاجة بأخذ لوريال براو أرتست بلامبر باللون ميديوم دارك. بالنسبة للكنسيلرز أكيد رح أخذ معي الكنسيلر المفضل 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 عندي اللي هو التارت كريسلس كنسيلر بالرقم بالرقم 13 ان فير لايت نيوترال. كتير بحب هذا الكنسيلر أخذه معي. هلا بما انه هذا الكنسيلر كتير 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 ندي تحت العين ندوي وما دائما بحب اني ثبته بحبه بلا تثبيت، فما كتير ايام بحب اني اروح مثلا للوك يكون تحت العين دوي او لمعة تحت العين، فبحب اني اخذ معي كنسيلر يكون مات مطفي. هلا اخذت معي هذا الكنسيلر تبع الف ال 16 اور كامو كنسيلر، جبته جديد على الغلط فرجيته بفيديو مشتريات. اخذ معي اللون لايت ساند لحد كمان جربوا واعطيكم رايي فيه. وهون عنا هايلايتر سائل من بيكا الشيمرينج سكين بيرفكتور باللون اوبو. كثير بحب هذا الهايلايتر لقيته حلو كتير حلو، بيعطي بين كأن الخد كتير هيك فريش ولونه معه كتير حلوة وما فيه الشمر ابدا ابدا ابدا. بعدها اخذ معي ما بعرف ايام ما كتير بحب، هلا بما انه اخذ اغلب الحمر هي حمر سائلة فاخذ معي هاي الحمرة هيك عادية اولا لسهولة الحططان، ثانيا ايام ما اكون حابة اني احط حمرة حمرة يعني انه سائلة، فاخذ معي هاي الحمرة من كولر بوب لونة بجنن اسمها what's your sign. اوكي بالنسبة لهذا القسم فيه البرايمرز والفاونديشن، هاي الماسكارا ما وصلت هون فحطيتها هون. البرايمرز بصراحة دائما باخد معي التو فيست هانجوفر ريبلينشينج فيس بيس برايمر، بس بما انه بحب هاد خلال اخر فترة فقررت اني اخده، وعلى فكرة كمان هذا قريب يخلص اللي هو الكوتريس فريشد اب اكوا فريش هايدريتينج برايمر، فاخذت هاد معي. وهذا الوقت اللي بسافر كتير بحب طالع كل شيء في عندي travel size، يعني كل شيء في منتجات تكون مقاسات صغيرة، وأنا بشكل عام بحب أشتري خاصة المنتجات اللي تكون غالية بيكون في إلا مقاسات صغيرة، فغالبا بطالع هدول المنتجات لما بدي سافر، فأخذ معي هاد ال travel size من Bare Minerals اسمه Prime Time Foundation Primer. بعد أخذ primer للعين اللي هو كمان ال travel size ال Urban Decay Eyeshadow Primer Potion ال original، هاد كتير 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 بحبه كتير ممتاز. الفاونديشن اللي أنا كتير بحبه ال Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Long Wear Foundation اللي بالرقم 150، فأظن هدول كل شيء موجودين بهذا القسم. أيام ما كتير بحب إني أحط فاونديشن فأخذ معي الميشا بيرفكت كفر بي بي كريم، أخذته بالرقم 21 في اس بي اف 42، فيعني أيام اللي ما بكون جاية بالي أحط فاونديشن وبدي شوية تغطية بستخدم هاد. هلا بما انه خلصنا من الفاونديشن البرايمر من الكنسيلر نجي لايك كل شيء في عندي باودرز هون. نسيت انه كنت حاطه هاد برا وانه قرب يخلص، كنت حاطه برا لحتى اجيب واحد تاني غيره ورجعت نسيت اني احطه بالشنطاي. بعد باخذ معي هاد دائما، بروح دائما بشتري المقاس الصغير اللي هو الاربن ديكي اول نايتر بجنن، خاصة إذا حابين الميك اب عندكم يضاين لفترة كتير كتير طويلة بجنن. في هاد في المقاس الصغير ولكن اللي أكبر من هاد أصغر أصغر شيء، في واحد أكبر وفي المقاس الأصلي. أخذت معي كمان الماك بريب ان برايم فيكس بلس لحتى كمان أرجع أجربه وأعطيكم رأيي فيه. أخذ هاد أيام أغلب الأوقات باخذ الأسنس بما انه كمان بيكون حجمه صغير. هلا بالنسبه للهايلايترز اخذ معي الاسنس بيور نيود هايلايتر والبيكا شيمرينج سكين بيرفكتور باللون كمان اوبول، هو نفس لون اللي اخذته بالكريم اخذته كمان بالبودره ولكن اتكسر عندي. هاد لون الكريم هاد لون البودرة، لون الكريم شوي صغيرة افتح من لون البودرة، وهاد كمان مقاس السفر.
واختي مثل ما قلت لكم الاسنس بيور نيود هايلايتر بجنن كتير 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 بحبه. اذا بكون بدي بس اخذ لمعه كتير كتير خفيفه وطبيعيه بحط الاسنس. اوكي بالنسبه للبرونزرز رح اترككم تحضروا البرونزرز اللي اخذته معي. طبعا الفيزيشنز فورمولا بوتر برونزر يعني عجيب انه انا لسه لهلا ما وصلت للأرضية البرونزر لأني كثير كثير بستعمله. بيجنن هذا البرونزر مفضل عندي، ما في برونزر تاني رح ياخذ محله. فأختي معي هاد وأختي معي هاد اللي بحطه فوق الفيزيشنز فورميلا. هلا ما دائما الأيام اللي بكون حابة إني مثلا أحصل على بشرة شوي إلى لمعة بحطه لهاد، لأن هاد له بيعطي مثل جلو ولمعة للبشرة. مثل ما ملاحظين بالعادة بيكون هاد هيك لو مثل طابة، ليكو كيف صاير ساوي من كتر ما انا استعملته. فهاد كمان بالنسبة انا كثير اختي راحتي ما اذا شايفين ان جاي بها. اوكي بالنسبة للبلاشز اختي معي اثنين واختي معي هاد، اختي معي ثلاثة. هلا بصراحة البلاشز ايام كتير بيتغيروا، الماك مارجن دائما 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 باخده معي، لانه هذا البلاش بحسه بروح مع كتير لوكات لانه لونه كتير نود وطبيعي. فاخده معي هاد. هلا بما انه سافرت بالشتاء اخده معي هذا اللون من ميلاني اللي ذكرته بفيديو مفضلات اللي رقمه 15 اللي هو البيكت باودر بلاش، لونه كتير 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 حلو. إذا مسافرة بالصيف بصراحة باخذ معي اللومينوسو لأني كتير كتير بحب اللومينوسو بالصيف، إياه ممكن أخذ الاثنين، بس حسيت إنه ماني بحاجة للومينوسو فأخذت معي بس هاد. هلا دائما بحب إن يكون عندي بلاش على زهر على موف، فكنت أخذ معي كنت اشتريت هاي الباليت قلت لحتى تغنيني عن الهايلايتر والبرونزر البلاش، خاصة إذا بدي أسافر لفترة قصيرة أو بدي أخذ شنتاي أصغر. فاخذت معي هالباليت لحتى اجربها من بير مينرالز اسمها بير جلو اون ذا جو، فيها الفوتان برونزر الجريسفول روز بلاش والفري هايلايتر. بجننوا كثير حلوين هذول الاثنين، كثير ممتازين خاصه البلاش لونه بجنن كثير كثير حلو. على فكره البرونزر الوحيد اللي برونزر له ريحة مدري كيف، له ريحة كتير غريبة. وفيها مراية كمان صغيرة، فأختم مع هاي الباليت كمان إيدي كتير كتير توسخوا لكو. أوكي بالنسبة للباودرز أختم معي باودرين بالصدفة آخر منتجات صاروا كلهم بير مينرالز. أخدم معي البير مينرالز مينرال فيل ترانسلوسنت باودر اللي باللون الأوريجينال اللي هو اللوس باودر العادي، هذا المقاس له صغير كتير كتير بحب هذا اللوس باودر. وأخدم معي كمان الفاونديشن البريست باودر، عندي بالرقم ميديوم بيج، لون شوي غامق بس بستعمله بشكل كتير كتير خفيف اللي مبين قدام استعمل هذا هاي البودرة. فأخذ معي دائما بأخذ معي هاي كمان. فيها كمان واقي شمسي بنسبة 20. بعدها أخذ معي هاي بودرة الحواجب من ايلور اللي هي كان بالتعاون مع فلير دي فورس اليوتيوبر البريطانية، فيها لون فاتح ولون غامق أتوقع، ما ضل منها هاي ماني متأكدة، بس هاي البودرة اللي كتير بحبها واللي دائما بأخذ معي واللي حاليا انا مستعمله كمان. اخر شيء بالنسبه للزلال العيون باخذ معي الاربن ديكاي بورن تو ران اي شادو باليت. اوكي هاي العلبه فيها كل الاي شادوز او زلال العيون اللي انا بحس انه الصبيه تحتاجها خلال السفر، يعني في الاخضر في ازرق في على عنابي فيها أورانج فيها برونز فيها ألوان انتقالية فيها هايلايت للعين، يعني اللون الوحيد اللي ما فيها هو لون كريمي مطفي لحتى أثبت في الجفن، ولكن ممكن استعمل البودرة الحارة. هاي الموضوع يعني ما كتير كتير مشكلة كبيرة، ألوانه بتعقد كتير كتير كتير. بحب هاي الباليت يعني ليكو هعملكم بس سواتش لكم لون ليكو. شفت
شفتوا الالوان؟ شفتوا الالوان قد حلوه؟ يقول الوان قد حلوه يعني هذول، بس هيك كم لون، هيك تجربه السريع بتجنن. هاي الباليت كثير 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 بحبها، ومرايتها كثير كبيره، وهي متينه كثير خرج سفر يعني، بدون ما اني حتى يعني اتساءل انه اي اي شادو باليت راح اخده معي، راح اخذ معي اوتوماتيكيا فورا افتح البرج وبحط هاي. فا يا دول كانوا كل غراض السفر. اوكي بس نحن بعد البداية، هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوا، وتضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمة. بحبكم كتير كتير، واشوفكم بالفيديو الجاي. باي.